وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. زادت شهرزاد في حكايتها للملك شهريار سيد الأخيار، وتفننت في نقلها لروائع الأخبار، وشهريار يزداد بذلك اهتماما بها في ليله وحتى في النهار، وهي تسحره بنبرات صوتها الشبيهة باللحن الذي يعزف على الأوتار. ما كنت أظن يا شهرزاد أن عندك كل هذه الأخبار من عظيم الروايات والأسرار. وأين هذا يا مولاي مما هو عندي من عجائب وغرائب الأولين وما يتخلله من طرائف وأشعار الأقدمين؟ أنا ما وهبت قوت القلوب لعلاء الدين إلا لتسليه عن زوجته، فما سبب انقطاعه عنا؟ يا أمير المؤمنين، لقد صدق من قال: من لقي أحبابه نسي أصحابه. لعله ما قطعه عنا إلا عذر، ولكن نحن نزوره. ثم إن الخليفة وجعفر تخفيا وصارا لزيارة علاء الدين، فعرفهما فقام وقبل يد الخليفة، فلما رآه الخليفة وجد عليه علامات الحزن فقال له: يا علاء الدين، ما سبب هذا الحزن الذي أنت فيه؟ أما دخلت على قوت القلوب؟ يا أمير المؤمنين، الذي يصلح للمولى لا يصلح للخادم، وإني إلى الآن ما دخلت عليها ولا أعرف لها طولا ولا عرضا، فأقني منها يا مولاي. مرادي أن أجتمع بها حتى أسألها عن حالها. سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. إذا كان الأمر على هذا الشكل، فإننا نأمر برجوعك إلى السرايا. أما أنت يا علاء الدين، لا تنقطع عنا. ثم توجه الخليفة إلى داره، فبات علاء الدين تلك الليلة، ولما أصبح ركب وصار إلى الديوان، فجلس في رتبة رئيس الستين، فأمر الخليفة الخزندار أن يعطي للوزير جعفر 10,000 دينار، فأعطاه إياها، ثم قال الخليفة للوزير: انزل إلى سوق الجواري واشتري لعلاء الدين بال10,000 دينار جارية. فامتثل الوزير أمر الخليفة وأخذ معه علاء الدين وصار به إلى سوق الجواري. فاتفق في هذا اليوم أن والي بغداد الذي من طرف الخليفة واسمه الأمير خالد نزل إلى السوق لأجل شراء جارية لولده، وسبب ذلك أنه كان له زوجة تسمى خاتون، وكان قد رزق منها بولد قبيح يسمى حبضلا بضاضة، وكان قد بلغ من العمر 20 سنة وهو لا يعرف أن يركب الحصان. فنام حبضلا بضاضة في ليلة من الليالي فاحتلم، فأخبر أمه ففرحت، وأخبرت أباه وقالت: مرادي أن نزوجه، فإنه صار يستحق الزواج. يا خاتون، إنه قبيح المنظر، كريه الرائحة، لا تقبله واحدة من النساء. اشتري له جارية. فلأمر قدره الله تعالى أن اليوم الذي نزل فيه الوزير وعلاء الدين إلى السوق نزل فيه الأمير خالد الوالي هو وولده حبضلا بضاضة. فبينما هم في السوق وإذا بجارية ذات حسن وجمال وقد واعتدال في يد رجل دلال. جواري حسان يا حسان يا أبتي، اشتري لي هذه الجارية. ما اسمك يا جارية؟ اسمي ياسمين. يا سمين يا أبتي، اشتري لي هذه الجارية. يا ولدي، إن كانت أعجبتك فزيد في ثمنها. نعم يا أبتي. يا دلال، كم يبلغ ثمن هذه الجارية؟ 1,000 دينار.
ألف دينار؟ علي بخمسمائة دينار. قلنا ألف دينار. قلنا ألف دينار. علي بألف دينار. قلنا دفعوا ألف دينار. علي علي بألف دينار ودينار. علي بعشرة آلاف دينار. عشرة آلاف دينار. عشرة آلاف دينار. من يزيد؟ هيا تقدموا. تقدموا يا سيدي. ما الذي يزيد علي في ثمن الجارية؟ إن الوزير جعفر يريد أن يشتريها لعلاء الدين أبي الشمات. فعملها علاء الدين بعشرة آلاف دينار، فسمح له سيدها وقبض ثمنها وأخذها علاء الدين وقال لها: أنا أعتقتك لوجه الله تعالى. ثم إنه كتب كتابه عليها وتوجه بها إلى البيت، ورجع الدلال ومعه دلالته. أين الجارية؟ اشتراها علاء الدين بعشرة آلاف دينار وأعتقها وكتب كتابه عليها. فانكمد الولد وزادت به الحسرات، ورجع ضعيفا إلى البيت من محبته لها، وارتمى في الفراش وقطع الزاد وزاد به العشق والغرام. فلما رأته أمه ضعيفا قالت له: يا ولدي، ما سبب ضعفك؟ مالك؟ اشتري لي ياسمين يا أمي. لما يفوت صاحب الرياحين اشتري لك باقة من الياسمين. لا لا، ليس الياسمين الذي يشم، وإنما هي جارية اسمها ياسمين لم يشتريها لأبي. أي شيء ما اشتريت له هذه الجارية؟ الذي يصلح للمولى لا يصلح للخادم، وليس لي قدرة على أخذها، فإنه ما اشتراها إلا علاء الدين رئيس الستين. فزاد الضعف بالولد حتى جفاه الرقاد وقطع الزاد، وتعصبت أمه بعصائب الحزن. فبينما هي جالسة في بيتها حزينة على ولدها، وإذا بعجوز دخلت عليها اسمها أم أحمد قماقم السراق. وكان هذا السراق ينقب وسطانيا ويلقف فوقانيا ويسرق الكحل من العين، وكان بهذه الصفات القبيحة في أول أمره. ثم عملوه مقدم الدرك فسرق عملة فوقع بها، وهجم عليه الوالي فأخذه وعرضه على الخليفة فأمر بقتله في بقعة الدم، فاستجار بالوزير. وكان للوزير عند الخليفة شفاعة لا ترد، فشفع فيه. فقال له الخليفة: كيف تشفع في آفة تضر الناس؟ يا أمير المؤمنين، إن الذي بنى السجن كان حكيما، لأن السجن قبر الأحياء وشماتة الأعداء. فأمر الخليفة بوضعه في قيد، وكتب على القيد: مخلد إلى الممات، لا يفك إلا على دكة المغسل. وكانت أمه تتردد على بيت الأمير خالد، وتدخل لابنها في السجن وتقول له: أما قلت لك تبعني الحرام؟ قدر الله علي ذلك، ولكن يا أمي، إذا دخلت على زوجة الوالي فخليها تشفع لي عنده. سأفعل يا ولدي، فأنا ذاهبة عندها الآن. ما لك حزينة؟ على مرض ولدي حبد لمبضادة. سلامة ولدك، ما الذي أصابه؟ لقد أحب جارية ولم يقدر على شرائها، فأخذها منه رئيس الستين. وما تقولين في من يلعب منصفا يكون فيه سلامة ولدك؟ وما الذي تفعلينه؟ أقول لك، أنا لي ولد يسمى أحمد قماقم السراق، وهو مقيد في السجن، مكتوب على قيده مخلد إلى الممات. فأنت تقومين وتلبسين أفخر ما عندك، وتتزينين بأحسن الزينة، وتقابلين زوجك ببشر وبشاشة،
فيقول لك وما حاجتك، فقولي له حتى تحلف لي، فإذا حلف لك بحياة رأسي فقولي له احلف لي بالطلاق مني ولا تمكني إلا إذا حلف لك بالطلاق، فإذا حلف لك بالطلاق فقولي له عندك في السجن واحد مقدم اسمه أحمد قماقم وله أم مسكينة وقد وقعت علي وساقتني عليك وقالت لي خليه يشفع عند الخليفة لأجل أن يتوب ويحصل له التواب. سمعا وطاعة. ولما دخل الوالي على زوجته قالت له ذلك الكلام وحلف لها بالطلاق. ولما أصبح الصباح اغتسل وصلى الصبح وجاء إلى السجن وقال: يا أحمد قماقم، يا سراق، نعم، هل تتوب مما أنت فيه؟ أي أنا تبت إلى الله وأقول بالقلب واللسان استغفر الله أنا تائب. فأطلقه الوالي من السجن وأخذه معه إلى الديوان وهو في القيد، ثم تقدم إلى الخليفة وقبل الأرض بين يديه فقال له: يا أمير خالد، ماذا تطلب؟ تقدم تقدم يا قمر. السلام عليك أيها الخليفة العزيز. من؟ قماقم، هل أنت حي إلى الآن؟ يا أمير المؤمنين، عمر الساقي بقي. يا أمير خالد مولاي، لأي شيء جئت به هنا؟ إن له أما مسكينة منقطعة. إي والله، وليس لها غيره، وقد وقعت على عبدك أن يتشفع عندك يا أمير المؤمنين في أنك تفكه من القيد وهو يتوب مما كان فيه. إي والله، وتجعله مقدم الدرك كما كان أولا. إي والله. قماقم. نعم سيدي. هل تبت عما كنت فيه؟ إي والله، تبت إلى الله يا أمير المؤمنين. إي والله. فأمر بإحضار الحداد وفك قيده على دكة المغسل وجعله مقدم الدرك وأوصاه بالمشي الطيب والاستقامة، فقبل يد الخليفة ونزل بخلعة الدرك ونادوا له بالتقديم، فمكث مدة من الزمن في منصبه. ثم دخلت أمه على زوجة الوالي فقالت لها: الحمد لله الذي خلص ابنك من السجن وهو على قيد الصحة والسلامة، فلأي شيء لم تقول له يدبر أمرا في مجيئه بالجارية ياسمين إلى ولدي حبضلا بضضة؟ أقول له يا ولدي، إي والله، ما خلصك من السجن إلا زوجة الوالي. إي أعرف ذلك. إي والله، وتريد منك أن تدبر لها أمرا في قتل علاء الدين أبي الشمال؟ سهلة. وتجيء بالجارية ياسمين إلى ولدها حبض لمبضاضة؟ هذا والله أمر سهل، أمن أسهل ما يكون. إي والله. وكانت تلك الليلة أول ليلة في الشهر الجديد، وعادة أمير المؤمنين أن يبيت فيها عند السيدة زبيدة لعتق جارية أو مملوك أو نحو ذلك. وكان من عادة الخليفة أن يقلع بدلة الملك ويترك السبحة والمنشة وخاتم المملكة ويضع الجميع فوق الكرسي في قاعة الجلوس. وكان عند الخليفة مصباح من ذهب فيه ثلاث جواهر منظومة في سلك من ذهب، وكان ذلك المصباح عزيزا عنده. ثم ترك الخليفة كل الطواشية والبدلة والمصباح وباقي الأمتعة ودخل مقصورة السيدة زبيدة. فصبر أحمد قماقم السراق حتى انتصف الليل وأضاء سهيل، ونامت الخلائق وتجلى عليهم بالستر الخالق، فسحب سيفه في يمينه وأخذ ملقفه في يساره وأقبل على قاعة الجلوس التي للخليفة، ونصب سلم التسليم ورمى ملقفه على قاعة الجلوس فتعلق بها
وطلع على السلم إلى السطوح ورفع طابق القاعة ونزل فيها، فوجد الطواشية نائمين فبنجهم وأخذ بدلة الخليفة والسبحة والمنديل والخاتم والمصباح، ثم نزل من الموضع الذي طلع منه وصار إلى بيت علاء الدين وقلع لوح رخام من دار قاعة القاعة وحفر تحته ووضع بعض المصالح وأبقى بعضها معه، ثم جبص لوح الرخام كما كان. والآن علينا هنا أيها المصباح. إيه مصباح وأي مصباح. على نورك سأسقى، أنا أقعد أسقى هنا وهذا المصباح يضيء المكان. أسقر على نوري. ثم صار إلى بيته، فلما أصبح الصباح ذهب الخليفة إلى القاعة فوجد الطواشية مبنجين فأيقظهم وحط يده، فلم يجد البدلة ولا الخاتم ولا السبحة ولا المنشة ولا المنديل ولا المصباح، فاغتاظ لذلك غيظا شديدا ولبس بدلة الغضب وهي بدلة حمراء وجلس في الديوان، فتقدم الوزير وقبل الأرض بين يديه وقال: يكفي الله شر أمير المؤمنين. يا وزير، إن الشر فايت. يا مولاي، أي شيء حصل؟ فحكى له جميع ما وقع، وإذا بالوالي طالع وفي ركابه أحمد قماقم السراق، فوجد الخليفة في غيظ عظيم، فلما نظر الخليفة إلى الوالي قال له: يا أمير خالد. مولاي، كيف حال بغداد؟ سالمة أمينة يا مولاي. تكذب. لأي شيء يا أمير المؤمنين؟ لأنني علمت بكل ما يجري في بغداد وبالأشياء التي سرقت. ألزمك أن تجيء لي بذلك كله، وإلا كان لي معك شأن. وأي شأن؟ يا أمير المؤمنين، دود الخل منه فيه، ولا يقدر غريب أن يصل إلى هذا المحل أبدا. إن لم تجئ لي بهذه الأشياء قتلتك. قبل أن تقتلني اقتل أحمد قماقم سراق، فإنه لا يعرف الحرامي والخائن إلا مقدم الدرك. إيه والله يا مولاي، إيه والله يا مولاي، شفعني في الوالي وأنا أضمن لك عهدة الذي سرق، وأقص الأثر وراءه حتى أعرفه. ولكن يا مولاي، إيه والله، يعطيني اثنين من طرف القاضي، إيه والله، واعطيني اثنين من طرف الوالي، إيه والله، فإن الذي فعل هذا الفعل لا يخشاك ولا يخشى الوالي ولا غيره، إيه والله. لك ما طلبت، لكن أول التفتيش يكون في سرايتي، وبعده سراية الوزير، ثم رئيس الستين. إيه والله، إيه والله، صدقت يا أمير المؤمنين، ربما يكون الذي عمل هذه العملة من الذي نتربى في سراية أمير المؤمنين أو أحد من خواصه. إيه والله، كل من ظهرت عليه هذه العملة لا بد من قتله ولو كان ولدي. إيه والله. ثم إن أحمد قماقم السراق أخذ ما أراده وأخذ فرمانا بالهجوم على البيوت وتفتيشها، ونزل وبيده قضيب ثلثه من الشوم وثلثه من النحاس وثلثه من الحديد ومن الفولاذ، وفتش سراية الخليفة وسراية الوزير جعفر، ودار على بيوت الحجاب والنواب إلى أن مر على بيت علاء الدين أبي الشامات، فلما سمع الضجة علاء الدين قام من عند ياسمين ونزل وفتح الباب، فوجد الوالي في كوكبه فقال له: ما الخبر يا أمير خالد؟ عندنا أمر بتفتيش بيتك يا سيدي علاء الدين. ادخلوا بيتي وفتشوا. العفو يا سيدي، أنت أمين، وحاش أن يكون الأمير خائنا، ولكن لا عليك يا سيدي خالد،
قم بمهمتك، فتش بيتي ولا علي. فدخل الوالي والقضاة والشهود، وتقدم أحمد قماقم إلى دار قاعة القاعة، وجاء إلى الرخامة التي دفن تحتها الأمتعة، وأرخى القضيب على اللوح الرخام بعزمه، فانكسرت الرخامة وإذا بشيء ينور تحتها. فقال المقدم: اي والله، بسم الله ما شاء الله على بركة الله، عند قدومنا انفتح لنا كنز. اي والله، أريد أن أنزل في هذا المطلب وأنظر ما فيه. اي والله. فنظر القاضي والشهود إلى ذلك المحل، فوجدوا الأمتعة بتمامها، فكتبوا ورقة مضمونها أنهم وجدوا الأمتعة في بيت علاء الدين، ثم وضعوا في تلك الورقة ختومهم وأمروا بالقبض على علاء الدين، وأخذوا عمامته من فوق رأسه وحطوا جميع رزقه في قائمة. وقبض أحمد قماقم السراق على الجارية ياسمين، وكانت حاملا من علاء الدين، وأعطاها لأمه وقال لها: يا أمي هاكي سلميها لخاتون مرت الوالي، سلميها حالي. فأخذت ياسمين ودخلت بها إلى زوجة الوالي، فلما رآها حبظلا بضاضة جاءت له العافية، وقام من وقته وساعته، وفرح فرحا شديدا، وتقرب إليها فسحبت خنجرا وقالت: ابتعد عني، ابتعد عني. وإن لا 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 ابتعد عني، اقتربي مني، ابتعد عني وإلا أقتلك وأقتل نفسي. وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. يتبع.